بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. أيها الأخوات الكريمات، أحييكم بتحية الإسلام العظيم، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طبعا مع مسك الختام وما آخر قصة من قصص القرآن الكريم في لهذا الفصل الدراسي، وهي قصة أصحاب الفيل. والحقيقة أنا يعني تحدثت في هذه القصة، أو أردت أن أتحدث في هذه القصة لما تحمل من معاني ولما لها ارتباط وثيق بواقعنا الإسلامي المعاصر الأليم، وخاصة أن المؤامرة كبيرة، وبالفعل أن الغرب استطاع أن يصرف أنظار العالم العربي شعوبا وحكومات، وأقصد شعوبا لأنه إحنا دائما عواطفنا مع الشعوب، والشعوب يا حرام ومساكين وغلبانين، وأنا بقول كما تكونوا يولى عليكم، وهذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. الأمة بمعنى شوفوا الآن سيد قطب لما قال فاستخف قومه فأطاعوه، قال لا يمكن للحاكم أن يستخف الأمة أو الشعب إلا إذا كانوا فسقة، لأنه لما بكونوا فسقة بيرتكبوا. إحنا اليوم حالنا بنقول إنه العالم العرب الحكام العرب والغرب استمرأوا الظلم وقضية الذل على الأمة، وأنا بقول هذا مما جنت يد الأمة والشعب، بيستاهلوا وبيستحقوا، كما تكونوا يولى عليكم. لهذا تآمروا علينا، فما عاد لنا ارتباط لا بدين ولا بمقدسات ولا إلى آخره. وهذا ما أرادت اللي هو شوفوا في بداية الدعوة الإسلامية، أو قبل مولد النبي صلى الله عليه وسلم، أو في نفس العام الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، أبرهة الحبشي، وهو يعني كان من القادة الذين يعني كانوا ينتمون إلى الدين النصراني، فبالتالي جاء إلى اليمن وبنى فيها مكان يسمى كنيسة كانوا بيسموها القليس. الكنيسة هذه لما بناها أراد أن يصرف العرب عن بيت الله الحرام، يعني عن الكعبة. الناس العرب كانوا يطوفون بالكعبة ويأتون إلى الحج وهم يتعبدون الله على بقايا الحنيفية الإبراهيمية، وبالتالي لما فشل فشلا ذريعا في قضية تحقيق هذا الهدف بمعنى صرف الناس عن التوجه إلى الكعبة، فماذا فعل؟ جهز جيشا وأراد أن يغزو مكة لهدم الكعبة هدما مبرما، يعني أن يقضي على هذه الديانة لأنه ما قدرش. فماذا فعل؟ شوف هناك عندما يعني دخل في مشواره إلى مكة، وإذا به يقابل شخص اسمه ذو نفر. ذو نفر هذا كان من قادة العرب، تصدى إلى أبرهة الحبشي وقاومه وقاتله قتالا مستميتا، فما كان منه إلا أن هزم في هذه المعركة، يعني هزمه أبرهة الحبشي وأخذه أسيرا. ثم بعد ذلك في أثناء الطريق قابلته قبائل أخرى، ومنهم نفيل الخثعمي. نفيل الخثعمي أخذ أسيرا، فلما أخذ نفيل أسيرا شوف إيش قال له. قال له يعني أنا ممكن أنا أعطيك رجال من عندي يدلوك على الطريق، عيون لك على الطريق فيختصر لك المسافات، يعني بمعنى أنه يدخلوك الطرق اللي ممكن تكون أخف ضررا، ويدخلوك من قبل العرب الأقل اللي هو الأكثر ضعفا، يعني بمعنى بدل ما تيجي تواجه العرب الأقوياء الأشداء في المقاومة بندخلك من بعض القرى وبعض القبائل الضعيفة، فبتصل إلى اللي هو الهدف وهو الكعبة في أسرع وقت ممكن. وهذا ما تم، فأرسل معه رجل يسمى أبو رغال. أبو رغال هذا هو الجاسوس العين الذي أرسله نفيل الخثعمي، وركزي، نفيل الخثعمي أرسل أبو رغال مع أبرهة الحبشي ليدله على الطريق اللي هو إيه؟ إلى مكة. ففي الطريق هناك أرسل، عندما اقترب من مكة أرسل اللي هو العين له حتى يأتي بالخبر، لكن بدي أقف مع أبو رغال. أبو رغال الدليل،
أبو رغال التنسيق الأمني. أبو رغال التنسيق الأمني يعني بمعنى الجواسيس والعيون الذين يعملون لصالح العدو منذ بداية بل قبل الدعوة أو قبل نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا، هذا نفيل لما أصيب الخثعمي، أصيب مع أنه كان قائدا وكان بيعلن المقاومة، قاعد بيقف في طريق أبرهة الحبشي وقاتل حتى آخر نفس، ولكن أصابه الوهن والضعف، فما كان منه إلا أن يستسلم ويعطي أبو رغال للعدو حتى يكون لهم عينا. وإحنا لما صابت المقاومة ومنظمة التحرير الفساد نخر السوس في عظامها، استخدمت قضية التنسيق الأمني لأنها كانت بتقاوم، وبالفعل لها تاريخ مجيد، وأدت قاومت عن ودافعت عن ثوابت وطنية حقيقية. لكن الآن بعد أن أصابها الضعف بدأ التنسيق الأمني مع العدو، وهذا من أخطر ما يمكن. لكن العرب رغم كفرهم ورغم فسادهم ورغم انحرافهم عن جادة الطريق، إلا أنهم لما مات أبو رغال ماذا فعلوا؟ كانوا يذهبون إلى قبره فيرمونه ويرجمونه بالحجارة، لأنه كان رمز الخيانة. شفتوا؟ أبو رغال كانت العرب رغم الكفر ورغم الجاهلية ترجم قبره بالحجارة. وكم من زعيم وقائد فلسطيني اليوم، وقائد وحاكم عربي اليوم، خان القضية وخان الدين، والآن الناس يتخذونهم رموزا. اختلفت حتى الجاهلية الأولى، أصبحت أسمى وأعلى من بعض المتمسلمين أو الذين ينتمون إلى الدين. يعني حتى العرب الفهم العام عند عوام الناس كانوا يعتبرون أن الذي يدل على عوراتهم، يدل على أعراضهم، كان يعتبر عميلا وخائنا ورمز الخيانة. فكان أبو رغال من ذلك اليوم إلى اليوم وهو يعتبر خائن خارج عن الصف الوطني والصف الإسلامي والصف العربي، لأنه كان ما كانش في دين. لكن اليوم تفضلوا، اليوم بنسلم المعلومات وبنعطي العدو اللي بدهم إياه. بالعكس، احنا كشعب فلسطيني عشرات من المجاهدين قتلوا مش بس على ايد اليهود، يعني هم كانوا ادلاء على بيوت المجاهدين فكانوا يقتحمون، وبعض المقاومين او بعض المقاتلين من الفلسطينيين الذين يشخصون ابو رغال كانوا في مقدمة الداخلين الى بيت المجاهدين. يعني اليهود وهم اللي محطوطين في بوز المدفع في المقدمة كانوا يدخلون بيوت المجاهدين وقتلوا العشرات من المجاهدين. الان كم انسان اعتقل؟ طيب قضية السجن في أريحة واختطاف القضية الأسرى الذين تم أو المعتقلين الذي اعتقلتهم قوات نفس الفلسطينيين اعتقلوهم في الضفة الغربية، تم خطفهم من داخل السجن بمؤامرة وهم ينقلونهم من سجن إلى سجن، وإذا باليهود يسلموا لهم تسليم، وكان من ضمن أبو هنود رحمة الله تعالى عليه وغيره من المجاهدين. إذا من هنا بنتكلم عن العار الذي لحق بالأمة اليوم، واليوم ما فيش شيء. وإذا رموز للآن، حتى للآن بعض الشخصيات تعتبر رموز وبيتخذها الناس آلهة تعبد من دون الله. شوف اللي حدث لنا، ما الذي جرى لعقولنا؟ ما الذي جرى لهذه الأمة التي ارتبطت بمنهج الله والتي أسلمت أمرها لله تعود إلى قضية تقديس؟ ومن هنا كان لابد لنا من وقفة حقيقية مع تلك النقطة حتى نفهم أنه لا مكان للخائنين، لا مكان لأبو رغال المتمثل في شخصيات كثيرة فلسطينية وعربية. آن الأوان أن ترجم قبورهم، وقد يأتي الوقت. وأنا أعدكم بإذن الله أن أولئك حتى لو ماتوا ودفنوا وبالتالي أصبحوا هباء منثورا، إلا أنه سيأتي اليوم الذي تفهم فيه الشعوب حقيقة هؤلاء وتذهب إلى قبورهم لتلعنهم وتلعن اليوم الذي كانوا فيه من قادة الشعب الفلسطيني. إذا احنا بنقول أبو رغال كان بشكل إن مأساة، كان يشكل للآن إلنا على الأقل دافع على ألا نحذو حذو أبو رغال في قضية التنفيس في هذا الباب مع العدو وقضية إعطاء العدو المعلومات للآن، رغم ما يجري في القضية الفلسطينية وقضية عدم الاعتراف حتى باليهود، لا في كيان ولا بمكانة ولا احترام حتى لشخصية،
ومع ذلك اليوم الرسائل المتبادلة وبنترجى الإسرائيليين على أساس أنه يقعدوا معنا على طاولة المفاوضات. إذا هذا هو أبو رغال وهذه النفسية. فتستغربوش إذا كان اليوم أنه إحنا من اللي نستغرب أنه قضية أنه تتهم بعض الفصائل الفلسطينية التي كانت مقاومة وكانت ضاغطة على الزناد في يوم من الأيام أنها تساقطت على الطريق، لأن نفيل الخثعمي سقط، وهو الذي وقف بكل قوة أمام أبرهة الحبشي عندما داهم البلاد، لكنه لما هزم هزم مش بس عسكريا، هزم أصلا داخليا ونفسيا. لهذا أيها الأخوات الكريمات علينا أن نعتبر من هذه القصة قصة أصحاب الفيل. ومع ذلك تقدم أبرهة الحبشي، فلما وصل على حدود مكة أرسل له رسولا إلى مكة يسأل عن سيد هذا البلد ويبلغه أن الملك لم يأتي لحربهم. تفضلي قضية البداية، الحرب النفسية، أنه أنا باعت لكم، أنا مش جاي أحاربكم، وإنما جئت لهدم هذا البيت. يا سلام، يعني ولا حاجة، أنا بس بدي أهدم هذا البيت، وبالتالي فإن لم تتعرضوا لنا فلا حاجة لنا في دمائكم. فإذا كان سيد هذا البلد لا يريد حربا ولا يريد مواجهتنا، فنحن لا نريد أن نحاربه، وإنما الهدف أنه يا سلام. نفس القضية، الأمن الإسرائيلي اللي على الحدود بيتصل على، شفتوا الآن الأمن الوطني اللي على الحدود بيقولوا لهم اخلوا المواقع، اخلوا المواقع، احنا قصدين هدف المجاهد فلان، تتعرضوش إننا بنتعرضش لكم، بينسحبوا. شفتوا يا اخواتنا الكريمات، اقسم كانها تتحدث عن واقعنا. يلا تفضلوا، احنا مش جايين نقتلكم ولا بدنا دمكم، واذا انتم حاربتوناش مش هنحاربكم، انسحبوا من المواقع. بنسحبوا ودخلوا. ولهذا تم تصفية اربعة من شباب حتى من نفس السلطة لما كانوا من آل المصري من بيت لهيا، تم تصفيتهم لانه كان على رأسهم طارق المصري، لانه بدهم اياه شخصيا. انسحبوا فتركوا هؤلاء في الموقع، فتم القضاء عليهم. اذا من هنا المؤامرة الخبيثة الرهيبة الغريبة التي تم. ومع ذلك لما جاءوا فكلموا عبد المطلب اللي هو مين بكون؟ جد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم نحن لا نريد قتالكم، يعني كمان احنا مش عايزين قتالكم، لا نريد حربكم، وانما هذا البيت للبيت ايش ماله؟ رب يحميه، لان هذا بيت الله تعالى وبيت خليله. فبالتالي اذا سلم عبد المطلب الامر لله، لانه يعرف ان اهل مكة ليس لهم طاقة بمين؟ بأبرهة ولا بجيشه، لانهم جاءوا مدججين باحدث اسلحة انذاك. طبعا طريقة الفيلة لم تكن معروفة على الاطلاق، لم تكن معروفة على الاطلاق، وانما بقى لما تم ذلك ارسل الهمين ابرهة الحبشي الى عبد المطلب وقال انا بدي اشوف هذا الرجل. فلما دخل عليه هابه واجله وعظمه. عبد المطلب كان يتصف بصفات القيادة والرجولة، وبالتالي حتى قيل انه وسيم الشخصية ويبهر الناس الذين امامه على طول. فلما دخل على ابرهة اعجب ابرهة به، فايش ماله؟ رفض ان يجلسه بعيدا، وانما اجلسه بجانبه على سريره. شفتوا قضية شدة الاعجاب وشدة التقدير، انه اجلسه بالفعل على وين؟ على سريره، وهذا ما تم. ولكنه ماذا قال؟ شوفوا الآن، قال له الآن القائد أبرهة يعني لا بده جامل ولا بده شيء، وإنما صارح مين؟ عبد المطلب مصارحة مباشرة، كلمه مباشرة، قال له كنت قد أعجبتني حين رأيتك، لما شفتك أنا هبتك وأعجبتني، ثم زهدت فيك حين كلمتني، أتكلمني في 200 بعير أصبتها لك وتترك بيتا هو دينك ودين آبائك؟ شوفوا عبد المطلب لما جاء بعض الجيش من جيش أبرهة أخذ له 200 من الإبل، فلما دخل قال له انت يعني ايش بدك؟ قال له انا مطلبي بس ترجع لي 200 الإبل، الإبل 200. الله أكبر،
طب وبيتك؟ البيت الحرام اللي أنا بدي هده؟ قال للبيت رب يحميه. شفت الكلام؟ أولا هابه أبرهة، لكن شفت حتى رغم أنه بيقدم تنازل للعدو، لكن العدو أصلا شوفي سقط من عينه، سقط من عينه على طول مباشرة. لأنه إيش فائدة القائد الذي يتنازل مباشرة إلى مين؟ إلى هذا العدو. وهذا ما نفهمه من القصة. فقال له عبد المطلب، شوفوا الآن، إن للبيت ربا سيمنعه، ثم ما كان ليمتنع مني؟ قال أنت وذاك، يعني الأبرهة الحبشي قال له طيب ما دام إنه للبيت رب يحميه أنا بوريك، يعني بمعنى أنني لم يمنعني أحد من هدم البيت. قال أنت وذاك، يعني أنت وشأنك. وبالتالي خرج عبد المطلب من عنده. وبالتالي فأما أبرهة فتوجه إلى جيشه وجاء، تقدمت الفيلة، الفيلة زي الدبابة المجنزرة وكاسحة الألغام اللي بتكون قدام الجند تماما. تقدمت الفيلة، والفيلة لم تكن معروفة عند العرب، يعني كل القتال كان على إيش؟ آلة القتال الفرس، وبالتالي أو رجالا، يعني بمعنى يا رجال يا ركبان، ركبان على الفرس، أو يعني بمعنى كانوا يمشون على أقدامهم وقاتلون بالنبال وبالسيف، وهذا المعروف، وطريقة الحرب عندهم الكر والفر. لكن الآن شوفوا، الآن الفيلة، والفيلة عليها من اللي هو البعض اللي يسموها الدبابة الخشبية أو الجلدية، وفيها من الداخل يعني ركبين فوق الفيل من الرماة على كلا الجهات. الغرفة غرفة خشبية، وكان فيها بعض الشقوق فقط ينظر اللي من الداخل إلى الخارج، فيرى القوم بالنبال كان يضرب فيصيب الهدف، لكن الذي من الخارج إذا ما صوب عليه فطبعا لا يستطيع أن يصيب أحد. وبالتالي هذا كان اللي هو المشكلة غريبة جدا. حتى بس للطرفة، إنه الرسول صلى الله عليه وسلم لما علم ذلك أو في زمنه وجد أن الفرس والرومان يقاتلونه بالدبابة الخشبية التي كانوا يسمونها، فأرسل الرسول صلى الله عليه وسلم أناس إلى اليمن فتعلموا صناعة الدبابة الجلدية وأضافوا عليها. هذه عفوا كانت دبابة جلدية. فلما ذهب المسلمون إلى قضية التعليم في اليمن صنعوا الدبابة الجلدية وأضافوا الدبابة الخشبية لأول مرة، يعني مضاد لمين؟ للنبال. ليش؟ الدبابة الجلدية شوف ايش عملوا الشباب اللي راحوا تعلموا المسلم، علموا انه انت لما بيضرب من خلف الدبابة الجلدية انت تضربيها السهم بيخترقهاش، بيخترقش الجلد. لكن ماذا فعلوا؟ كانوا يسخنون النبال ويضربون الدبابة الجلدية فتخترقه. فصار اتعلموا صنعة الدبابة والمضاد لها، وبعدين طوروا الدبابة. شفت الآن، أنا وقفت مع هذا بذهول لما رأيت قضية البعثات التعليمية. احنا اليوم مصيبتنا وين البعثات التعليمية؟ كنا رايحين نتعلم فلسفة ومنطق وأفكار وبنجيب فساد، مش رايحين نتعلم ذرة ولا كيمياء ولا 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 الأشياء اللي احنا بحاجة إلها. ولهذا أوقفني أن النبي صلى الله عليه وسلم عرف السر في قضية، وهو بعد ذلك عرف أن فأرسل من البعثات التعليمية إلى اليمن فصنعوا الدبابة الجلدية والمضاد لها، ثم صنعوا الدبابة الخشبية والتي كانوا يقاتل المسلمون بعد ذلك بها، فتطور القتال عند المسلمين. الحكمة ضالة المؤمن أن وجدها فهو أحق الناس بها. شفتوا إيش اللي بنتعلم من قصة أصحاب الفيل؟ إذن هنا أولا الوقفة مع القيادة والشخصية. النقطة الثانية قضية دور الخيانة ودور الأمة في قضية رجم رمزية الخيانة. الآن التطور العلمي، التطور العسكري والاستعداد للأمة وجدناه في قصة أبرهة. ومع ذلك الحادثة ثابتة، وهي قصة التي تروي لنا أن الفيلة لما جاءت إلى قضية مكة واقتربت، وقفت الفيلة ولم تستطع الحراك على الإطلاق، فكانوا يضربونها ضربا مبرحا على أن تتجه إلى مكة، مستحيل، برخت وبركت في مكانها. وعندما كانوا يلفتونها إلى اليمن كانت تجري سراعا. وهذا الذي يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أن الذي أوقفها أو الذي حبسها هو حابس الفيل عن إيش؟ متذكرين لما الرسول صلى الله عليه وسلم في القسواء، والله ما خلأت القسواء وما ذلك لها بخلق ولكن حبسها
حابس الفيل. تعرفين القصة هذه؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم أجى على مكة وبده يبني المسجد في المدينة، أول مسجد بده يبنيه النبي صلى الله عليه وسلم، فبالتالي كل واحد صار بده يعزم النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي أمروه يعني فقال دعوها فإنها مأمورة. يعني أينما اللي هي القصواء، ناقة الرسول صلى الله عليه وسلم، القصواء اسم لناقة مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فظلت تمشي حتى بركت في أرض لغلامين يتيمين، فبركت فيها. فبالتالي فهنا كل الصحابة يعني كانوا الكل بده يقوم، قال لا لا دعوها، فإيش مالها وما ذاك لها، يعني مش ممكن هي تحرن أو إنها ما تمشيش، ولكن حبسها حابس الفيل، وكأنه يبين أن الذي حبس هذه هو الله. فكذلك الفيلة حبست بمين؟ بأمر من الله. إذن أليس هذا إعجاز؟ بعض العلماء قالوا ليس معجزة، شو بنسميه؟ إرهاصات، يعني بمعنى لأنه هذا حدث قبل النبوة، أمر حدث، معجزة حدثت قبل اللي هو إيش النبوة، وبالتالي سماها العلماء إرهاصات، والبعض قال لأنها من المعجزات لأنها أجريت لتمكين النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الأصح أو الأرجح وهو أنها من الإرهاصات التي حدثت بين يدي النبوة، وفي هذا العام ولد النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هنا عام سمي إيش ماله؟ عام الفيل، هو كنه 615 ميلادي، لكن إرادة الله سبحانه وتعالى. ولقد سطر لنا القرآن الكريم هذه الحادثة في سورة كاملة وهي سورة الفيل. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. شفتي؟ ألم ترى يا محمد، ألم ترى يا محمد تلك الفعلة أو ما فعل ربك بأصحاب الفيل من تدمير وخسف. لماذا؟ انتبهي، لما دخلت جيوش أبرهة وإذا بالله تعالى يسر لهم طير، هذه الطير كانت تحمل في أرجلها حجارة، فكانت تقذف بها رؤوس القوم أو جيش أبرهة، فما من جندي أصيب إلا دخل في رأسه الحجر من رأسه، ثم عمل على تفتيته وانشطاره انشطار نووي تمام. يعني بمعنى جميع من أصيبوا بحجارة، هذه الحجارة التي من سجيل وهي حجارة مسومة من عند الله، إلا حدث له انشطار اللحم عن العظم على طول في الميدان، كان بيحدث عنده انشطار، اللحم بيتساقط ويبقى اللي هو إيش ماله؟ هيكل عظمي تماما. وهذا ما حدث. نعم أيها الأخوات الكريمات، حدث لهم، بيقول له يذكر الله تعالى محمد، ألم ترى كيف فعل ربك يا محمد بهؤلاء الظلمة، بهؤلاء الذين طغوا في البلاد فجاءوا ليخدموا بيت الله سبحانه وتعالى، فجعلهم إيش ماله؟ أيوة عصف مأكول. العصف المأكول إيش ماله؟ الزرع الناشف، يعني بمعنى الذي يصبح حطبا. لكن هنا أرسل عليهم طيرا أبابيل، وهي طير سود جاءت من قبل البحر فوجا فوجا، مع كل طائر ثلاث أحجار كما تروي بعض الروايات، ترميهم بحجارة من سجيل. بدي أقف مع وقفة وهي تبين لنا أيضا أحيانا من العلماء من تأثر بالغرب، وهو محمد رشيد رضا. محمد رشيد رضا ومحمد عبد، الاثنين في تفسير المنار لما بيقول وأرسل عليهم طيرا أبابيل، تأثروا بفكر الغرب أو خافوا. الآن الغرب تقدم تكنولوجي، تقدم علمي، حتقولي لهم والله أن الله تعالى أرسل هذه الطير فرمت جيش أبرهة فحدث الانشطار، فإيش قال؟ قال أن الله تعالى هيأ جرثومة، هذه الجرثومة أدت إلى قضية انتشار الأمراض فأكلت اللحم، وقال عنه ميكروب، يعني زي إحنا نقول سرطان أو غيره، وخجلان. الله أكبر. طب بأي منطق وبأي عقلية، مع احترام وتقديري لكل العلماء، بدنا نقول والله إنه كلمة طير تعني جرثومة؟ إحنا عرب،
أعطوني في أي قاموس من قواميس اللغة العربية تقول أن كلمة الطير هي عبارة عن جرثومة أو ميكروب. ما فيش. إذن أنا بقول هنا الهزيمة. هنا قضية التأثر بالغرب. ومع أنه إحنا بدنا نكون يعني مؤدبين مع علمائنا وهذا يشهد لهم بالعلم، لكنهم أنا بقول بالفعل أنهم تأثروا بفكر الغرب. لأنه في زمنهم كانت اللي هو قضية اللي هو اللي إحنا بنقول عنه، لا أنا بتكلمش عن احتلال، أنا بتكلم عن قضية غزو فكري. غزانا الغزو الفكري من بلاد الغرب فأثر حتى في نفسية علمائنا. هو بس إيه؟ ما الطهطاوي ما هو شيخ من شيوخ الأزهر وذهب إلى فرنسا عشان بعثة علمية، فجاء إنا إلى مصر وقال الرقص شلبنة. عارفين يعني إيش شلبنة؟ يعني لما بنقول والله هذه يعني سمبتيك وهذا يعني خفيف الجسم ومعدين لباقة ولياقة ومن هالكلمات، وقال عنها شلبنة يعني بمعنى أنها فتوة وغيره، وبيرقص الزلمة وما فيش إشكالية. يا سلام، واحنا مشايخ وعلماء قاعدين نرقص في هذول. ابا هو صحيح بيني وبينك ما في منه يعني كمان يمكن نرقص سلو على الطاوله. ما احنا اليوم في الصلاه الشيخات والمشايخ اليوم المشكله الخطيره جدا غزونا بناتنا. كمان بالبدايه كان هناك اللي تكلمنا عنه النشيد الاسلامي وبقينا والله متقبلينه، اليوم بناتنا بتقبلونش، لازم يرقصن على الموسيقى. وبعدين ما هو الشيخ الفلاني افتنا بانه الموسيقى حلال والموسيقى كذا، واحنا بدينا نتكلم. وهذا الكلام قلت لكم خطير، وانا تكلمت فيه ربما انه في اول محاضره او ثاني محاضره تحدثت عن خطوره الغزو الفكري الذي دخل اللي هو ايش؟ افكار وعقول ابناء المسلمين وخاصه النسوان يعني. لانه هذه القضيه والله لليوم لا تطخ على المراه انها تروحش على حفل وتروحش على والله ولو اخوك ابن اللي ان شاء الله مين ما جا طلب انه في انت عندك فخم لمنهج انا بديش قال عرس. وانا بتكلم عن ايش يعني؟ احنا بنرقص في غير عرس يعني؟ ما انا بتكلم عن الافراح والاعراس اللي موجوده عندنا اليوم. ما بتروح، ما انا بحكي من قال بتكلم عن المراه، ما بقول لك الرجال بيرقصوا على الطاوله فكيف نسواننا يعني المشكله؟ اللي انا بتكلم عن ظاهره خطيره غزو فكري، وبالتالي انا بقول هنا دليل على قضيه الانهزام النفسي. انا بقول انهزام نفسي، وان الاوان ان نرى انه هذا الانبهار بالحضارة الغربية اليوم لازم يزول. لانه انتم شايفين هاي الغرب الانحطاط الخلق الذي وصلوا اليه، الانهيار في ادنى المستويات الحياة، حياة البهيمة يعيشوا فيما بينهم، فيش ضوابط اخلاقية حتى في الاسرة، لا بين الاب والابن ولا بين الابن والزوجة ولا فيش ضوابط وروابط. احنا اذا بدنا ناخذ من الغرب، انا بقول بناخذ النظام، ناخذ بعض القوانين، لكن في قضية الفكر والعقيدة والاخلاق في ديننا فيهما يكفي. إذن من هنا بنقول أن الطير الأبابيل هي طيور حقيقية أرسلها الله تعالى بعيد عن كل المسميات التي، ولهذا نحن نستبشر بإيحاء هذه الدلالة اليوم ونطمئن. شفتي في صفحة 439 نطمئن إزاء ما نعلمه من أطماع فاجرة ماكرة طلعي ترف حول الأماكن المقدسة من الصليبية العالمية والصهيونية. وطلع بيقول لا يهدأ لنا في التمهيد إلى كذا، يعني كأنه بيقول نفس التاريخ إذا كان أبرهة الحبشي أراد أن يخدم البيت الحرام فيصرف الناس عن قبلتهم الأولى، والآن الغرب الحروب الصليبية بتكلم عن الصليبية العالمية والصهيونية كذلك، أنه اليوم اجتمع الأعداء في صرف الناس عن الدين ولكن بطرق خبيثة. هذا إيحاء واحد، أي رقم واحد نحن نستبشر حط عليها واحد انزل تحت. وإيحاء آخر يعني رقم اثنين، وهو أن العرب لم يكن لهم دور في الأرض بل لم يكن لهم كيان قبل الإسلام. والدليل أنتم لو نظرت إلى قضية قبر حادثة أبرة الحبشي وعمال بعض القبائل التي خرجت أمثال ذو نفر ونفيل الذين خرجوا للقاء العدو وبالمقاومة والقتال، لكن بعض العرب الآخرين استسلموا، فلم يكن مكانة لمين؟ للمسلمين، للعرب. ولكن بعد الإسلام بعد الغزوات شوفي مكن الله تعالى ففتحوا لهم. إذن من قصة ذو اللي هي أصحاب الفيل أخذنا نقطتين، أولا التآمر الدولي على الإسلام، اثنين إن العرب ما لهم مش مكانة حتى يعودوا إلى مين؟ إلى إسلامهم. لهذا شوفي الآن تحت، وتتولى قيادة البشرية، ولكن الذي هيأ العرب لأول مرة في تاريخهم طلع ايش مكتوب؟ نسوا أنهم عرب، حط عليها واحد. اثنين
نسوا نعرة الجنس، ثلاثة نسوا إيش؟ عصبية العنصر. إذن هذه هي الأسباب. لو قلت لك اذكر الأسباب التي هيأت العرب لأخذ دورهم ومكانتهم، معروف إنه إيش مالهم؟ نسوا إنهم عرب، نسوا الجنسية، نسوا العنصر، وتمسكوا بمين؟ بالإسلام. وهذا ما يجب أن نقف معه في ذلك. النقطة الأخيرة والتي أردت أن أختم بها، انتبهوا، أبرهة الحبشي كان الهدف القضاء على مين؟ على الكعبة، ومنع الناس من وين؟ من بيوت الله. وهذا الذي نراه، أن الدول العربية وحكام بعض الدول العربية منعت الشباب المسلم من الصلاة جماعة في بيوت الله، وكانت تغلق المساجد. ونذكر هنا في 96 وفي 97 لما كان الشاب يعتقل بس فقط من أجل الصلاة في المسجد، ولهذا أغلقت المساجد. أنا بدي أقول لكم أنها بشرى، وهذه بالفعل إرهاصات بين يدي الأمة، أن كل من يعتدي على بيت الله أو على الوافدين إلى بيت الله لمنعهم من دخول المسجد سيقضى عليهم بإذن الله. وهذا حتمية دينية، حتمية سنية، حتمية قرآنية بكل المقاييس، أنه لا تكون نهايتهم. وهذا الذي أدى إلى نهاية هؤلاء الذين كانوا في قطاع غزة، ففرقهم الله وشتتهم في الأرض. وأما إسرائيل أو اليهود الذين الآن يستخدمون هذه القوة في القضاء والاستيلاء على كثير من المقدسات وبيوت الله سبحانه وتعالى، والله ما بعد كل إثارة قضية إلا وترتفع الأمة. ومتذكرين لما شارون دخل بحذائه أو وطأ بحذائه المسجد الأقصى، شو حدث؟ انتفاضة. اليوم أي مساس ببيت المقدس الناس نجد هبة. إذن من هنا أقول اطمئنوا، فإن الله تعالى حافظ دينه، وإن الله سبحانه وتعالى لابد أن ينصر دعوته. ومن هذا، هذه هي الدروس التي يمكن أن نستقيها من ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يخلصنا من الشوائب التي كانت في الماضي، وأن نتمسك بديننا وإسلامنا، لأن العزة في هذا الدين، والعزة والرفعة للعرب بانتمائهم إلى هذا الإسلام العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.